And the winner of this bout by unanimous decision is the boxer from the blue corner of the Brazil. We thank you for coming out here to thank you very much for the win. الحمد لله يا ربي تتويج هذا تتويج رائع. الحمد لله شرفنا الشعب هذا اللي حضر والشعب الجزائري كامل. الحمد لله يا ربي وبمناسبة هذه كبيرة تاع عيد الاستقلال ونهدي هذا الفوز لشهدائنا الأبرار. 1 2 3 فيفا لاجيري. الشعب يعني قلت لك أنا قلت لك وحدي فوقريك بصح نحس بلي خمسة راهم يطبعوا فيا اضرب. مشيت اليوم نهائي مع ملاكم تركي كان قوي شويه تغلب عليا. الحمد لله يا ربي نهدي الجزائر في ميداليه فضيه. ان شاء الله نزيدو نخدمو ونجيبو لي ميداي ان شاء الله. و 1 2 3 فيفا لاجيري.